ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعلمون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل تعبدون من دون الله، فلا أعبد الذين تعبدون من أعبد الله الذي يتوفاكم،
وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا
بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِينَ
بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم.